من النهارده بقى عايزاكي تنسي كل طرق العدس اللي انتي تعرفيها. النهارده هتعملي العدس بجبه بطريقه بجد خطيره جدا، وطعمه بجد هيجيب ريحه كده، ريحته هتجيب اخر الشارع. طعمه جميل جدا وحلو قوي، وهنعمله تقليه خطيره. كل اللي عليكي هتجيبيلي ربع كيلو من العدس بقى اللي هو البني ده، تغسليه كويس قوي، وتبتدي بقى ايه، نروح في حله على النار فيها ميه كده بتغلي، وانزل فيها كميه العدس بتاعتي. طبعا الكميه اللي انت عايزاها نص كيلو ربع كيلو براحتك، شوفي انت عايزه معيارك قد ايه. اول ما الميه تغلي عندي بنزل فيها العدس، وابتدي اقلبه كده تقليبه واحده، واسيبه يغلي مع نفسه. ما بضيفش اي حاجه خالص في الميه دي، ولا ملح ولا بهارات ولا اي حاجه، علشان العدس لو حطيت له ملح هيعطل من التسويه بتاعته. هتيجي بقى في طاسه كده على النار، تبتدي تحطي لي فيها ايه، معلقتين زيت كبار، هتحطي فيها بصلايه متوسطه مفرومه، وكمان ايه، فصين ثوم مفرومين برده. هنقلبهم كده لحد ما يبتدي يدبل معايا كده، والبصله يا دوب تصفر. هنزل بقى فلفل سبايسي لو انتي حابه العدس بتاعك يبقى حامي. هتحطي مرقية خضار، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، ملح وفلفل اسود، وتقلبي بقى الكلام ده كله كده مع المرقايه والبصله والثوم والفلفل. وهجيب كوبايه من عصير الطماطم، انا عندي طماطم دي كنت مفرزاها، فطبعا طلعتها وهي هتفك دلوقتي. حطيت معلقتين كبار من صلصه معجون الطماطم الجاهزه. قلبت بقى التقليه دي مع بعض كده، واسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع نفسها على النار لحد ما تستبك معايا، ويبقى بقى قوامها تقيل كده زي ما انت شايفه. شايفين اللون؟ بجد روعه ريحه التقليه دي بقى. انا عايزه اقول لك دي كفيله لوحدها ان هي تتاكل كده من غير العدس. هنيجي بقى، طبعا سلقنا العدس بتاعنا وبقى مستوي خلاص كده، بقى زي الزبده كده، هصفي الميه بتاعته واخده بقى على التقليه اللي احنا عملناها. هقلب بقى تقلبتين كده في التقليه دي بس كده، يتشرب بس شويه من التقليه دي عشان يبقى كله مليان منها. وهبتدي بعد ما اقلبه تقلبتين كده واحس ان هو خلاص بقى معاكي طبعا تقيل، مش هنسيبه كده، هنضيف له حوالي كوبايتين ميه سخنه من الكاتل، هم كوبايتين بس كده عشان يفك معايا العدس وما يبقاش تقيل كده ومكلكع. هبتدي بقى اقلب كويس قوي، وكده العدس معايا بقى جاهز. هحيقه بقى واظبط ملحه كويس، وهسيبه يتسبك بس كده دقيقتين، وبعد كده خلاص كده بصوا لونه بقى بجد ريحته وطعمه خطير، مش قادره اوصف لكم قد ايه جماله. شوية عدس في الجو ده، عايزين بقى شوية عيش محمصين مع شوية فلفل بقى كده حامين، أو شوية خضار أو سلطة، بجد جميل جدا. أنا عايزة أقول لكم إن الوصفة لوحدها بتتكلم، أنا مش محتاجة أتكلم عنها. بعد كده بطفي عليه خلاص كده بقى جاهز، وأقدمه بقى بألف هنا وشفا. أنا كنت معايا هنا مع العدس كمان، كان معايا هنا بقى شوية بتنجان بالصلصة، كنت قدمتهم معاه. وجرفي بقى وكولي، عايزة أقول لك جهزي كده 10 ترجفة 15 رغيف، لان بجد متاكده انك مش هت يعني بجد مش هتشبعي منه، واي حد شبعان هيجوع من سبب الريحه اللي انت هتعمليها. ريحته جميله قوي وطعمه بجد خطير، عايزاك تجربي الطريقه دي. ولو عجبتك بقى طريقتي ما تنسينيش في لايك حلو منك وشير للفيديو.